العقيلة بلدة ساحلية تقع شرق مدينة راس النوف بحوالي 80 كيلومتر، وهي حاليا جزء من بلدية البريغا، بلدة محرومة من أبسط مقومات الحياة، وقطاع التعليم فيها مهمل، فالمدارس مدمرة وظلت على حالها منذ أكثر من عقد من الزمن. طبعا نحن في منطقة العقيلة التابعة للمجلس البلدي البريغا، نحن منطقة العقيلة تعاني من نقص حاد للخدمات، يعني الخدمات معدومة بشكل كامل، ما فيش خدمات. أولها من عند المدارس اللي هو يعتبر أهم قطاع، لأنه يمس الجميع، الطلبة، النقص في المدرسين. يعني المدارس من 2011 وقف العمل فيه، معصر فيه انتو، لا استكمال ولا حتى حاجة، والناس تعاني. داخل إحدى المدارس لن ترى غير أبواب محطمة ونوافذ مكسورة ومقاعد لا تصلح للجلوس عليها، يشترك فيها من 3 طلاب أو 4، ودورات مياه متهالكة، ومدرسة أخرى مهجورة استغلتها الطيور للعيش فيها. يعني وين بيمشوا الناس بعد عند وصلت عند أبنائهم اللي وصل عند التعليم؟ وإحنا نشوفوا في مدارس صينا ومدارس إنشاء جديدة، نحن ما طلبناش، قلنا لهم إنشاءنا مدارس جديدة، إحنا ملتمونا اللي عندنا بس، بيش أبنائنا يحصلوا فرصة التعليم ويقروا. هذا حق كفلتها جميع القوانين والأعراف إنهم يحصلوا التعليم ويقروا، مش يبدأ يجر ويبدأ متبهدل، والله ساكن عند عرب، والله ساكن، وانت عارفين القصة دي، والله مأجرين حافل يبدو ماشيين عليها، والله يشير على الطريق، مرة ماشي البريقة مرة ماشي الرصنوف. يعني حياة صعبة جدا جدا بصراحة، نعاني من المنطقة. بقاء المدارس على هذه الحالة وتجاهل مسؤولية التعليم لبلدة العقيلة تشكل معاناة للأطفال وذويهم، إذ يقطعون عشرات الكيلومترات للذهاب بأطفالهم إلى مدارس في مناطق أخرى، الفصول فيها أفضل بكثير من فصول مدارس العقيلة المدمرة.